نحن الأخيرة فعلا جدا مميزة، فعلا هي أجوبة عن استفسارات كتير مهمة. فاليوم بيصادف اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 14 من حزيران من كل عام كنوع من العرفان والتقدير للمتبرعين بالدم، اللي أكيد نحن نتمنى أنه يهون على جميع المرضى ويكون في تحسين بمستوى الخدمة الصحية، إنقاذ العديد من الأرواح. أكثر لحتى نحكي أكثر عن التبرع بالدم كثقافة، بس أنا أكيد نستضيف بصباحنا الدكتورة نسرين خازم، اختصاصية بأمراض الأورام. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة. بداية اليوم العالمي، أكيد دائما نحن بنحرص للعمل التطوعي، العمل الإنساني، كيف إذا كان التبرع بالدم اللي بيساعد كثير عالم. خلينا نحكي عن أهمية التبرع بالدم. يسعد صباحكم، شكرا للاستضافة وللإضاءة على هيك موضوع حقيقة كثير مهم. التبرع بالدم هو شيء كثير حلو. أول فكرة أنه نحن عم تتبرع بشيء خاص من جسمك، يعني شيء عم تعطيه، عم تشاركه مع إنسان تاني هو بحاجة لإله. هاي الفكرة بحد ذاتها هي فكرة كتير عظيمة. في كتير ناس ما بيتقبلوها للأسف، بس معظم الناس الحمد لله أنه هي عندهم رغبة بهذا الشيء وبيتقبلوا. أهمية التبرع بالدم له أهميات كتيرة. الأهمية الإنسانية هي الأساس بكل شيء، أنه أنت عم تعطي شيء منك لإنسان بحاجته بالفعل، خصوصا اذا كان مضطر لعامل حادث، مصاب اصابات حربيه، صار عنده عمل جراحي مضطر انك تنقله دم، فهو شيء كثير عظيم انك تعطيه هذا الشيء. هي الناحيه الانسانيه او الاجتماعيه، خلينا نقول. الناحيه الثانيه هي الناحيه الصحيه. التبرع بالدم هو شيء كثير ضروري لنشاط جسمنا، لاعاده توليد الدم، لتخليصنا من سموم كثيره بجسمنا، انه ما بصير انها تتراكم، من الحديد حتى. تمام، يعني اكيد الحديد هو عنصر هام للجسم، بس كمان التبرع بالدم بيخلصنا منه، حتى مفيد للناحيه القلبيه. اذا جوانب كثير صحيه هي بيعطينا اياها التبرع بالدم. نعم. دكتورة، قبل ما انتقل للسؤال الثاني خليني بس اوضح. دكتورة نسرين خازم استشارية بأمراض، تفضلي دكتورة. الدم والأورام. والأورام. تمام. خلينا نكون دقيقين أكثر بالتفصيل. لا مشكلة. تمام. دكتورة، اليوم كثير من الناس للأسف ثقافة التبرع عندهم خلينا نقول بسيطة شوي، بخافوا يروحوا يتبرعوا بالدم، بخافوا إنه ممكن أنا أدوخ، ممكن أوقع، ممكن أنا ينقص دم حتى من جسمي. للأسف هي الثقافة تمام. اليوم ما بنشوفها فعلا ثقافة منتشرة بين العالم، بالعكس مثل ما تفضلتي وحكيتي هي إلا فوائد جدا كبيرة. لو عرفوا الناس ممكن كلهم توجهوا للمراكز وتبرعوا. تمام. هلا بدي اقول لك اياه، مو بس لهالدرجه. هلا في جزء من الناس للاسف حتى اذا قلتي لهم اسحاب كم انبوب دم مشان يعملوا تحاليل بخافوا انه تمام، انه لا دكتوره بده يروح مني دم كثير. نحن بنسحب عاده من 400 ل 500 ملي، يعني اقل من نص لتر بالمره الواحده للهي. وبامكانه الانسان يتبرع كل 56 يوم او حوالي تقريبا كل 8 اسابيع ل 9 اسابيع. في بعض المراجع بتقول لك او بعض التوصيات بتقول انه كل 3 شهور ممكن نقدر نرجع نتبرع مرة ثانية. هلا الفكرة انه نحن لما عم نتبرع 400 لحد 500 ميلي من جسمنا عم نعطيه اياهم بالمرة الواحدة، هاد بشكل بس 1 لـ 12 من اساس الهي، يعني اذا بدنا نقول حوالي 7 لـ 8% بس من دمنا. هي الكمية طبعا للانسان السليم صحيح تماما اللي ما عنده مشاكل صحية هي كمية آمنة تماما تماما، يعني بكل العالم بنقدر انه نحن نسحب هي الكمية بدون ما يصير اي مشكلة علينا. طبعا في ارتكازات مباشرة، بعض الناس ممكن تحس بدوخة، ممكن تحس بانه نزل ضغطها، تمام، بس انت عم تتبرعي بالدم بمركز متخصص بهذا الشيء، وبالتالي اي شيء لا سمح الله ممكن يصير، ففي حدا صحيح. اكيد في جهه طبيه هي المسؤوله عن انه هيك، بس هو شيء كثير مفيد. حتى الانسان خلال ساعات قليله لايام قليله بعد التبرع بالدم بحس بالفعل بنشاط كامل، لانه تمام معظم مكونات الدم ترجع بتتولد وبتدور جديده بجسمه، وهذا الشيء كثير مفيد له. خلينا نفكر من الناحيه الذاتيه، هو حقيقه كثير شيء ضروري وصحي. دكتوره، يمكن هيدي النقطه الثقافه، نحن يمكن اغلبنا انه بنفتقد لهيدي الثقافه، انه نحن بالعكس 12
نشاط الدوره الدمويه بتتجدد. يمكن الدوخة احيانا هي شغله نفسيه، بس شوف الواحد منظر الدم بيدوخ معنى هي شغله فيزيولوجيه تمام. يعني او تمام. مثلا عضويه، لا هي شغله نفسيه اكثر نفسيه. وبعض الناس لا، يعني عم اقول لك ممكن يصير دوخه بسيطه، ممكن يصير صداع خفيف، ممكن هيك، بس مثل ما عم اقول لحضرتك انه في دائما في جهه صحيه، في حدا مسؤول طبي قريب منك بيكون تمام بنفس القاعه اللي انت عم تتبرعي فيها. يمكن وقت يقيسوا الخضاب فرح ويشوف واحد خطابه عالي، يعني مثلا انا مره رحت لاتبرع بالدم، كان شاف الدكتور منظري لين تتبرعي بالدم، فحصنا نحن الخضاب طلع عالي جدا. قديش مهم انه نتبرع او يتبرعوا لخضابهم عالي خوفا من الجفاف؟ هي تماما. هلا هي الفئه من الناس، نحن عندنا بسبب انتشار الدخان كثير والارجيله عندنا صار نسبه كثير كبيره من الناس عندهم خضاب عالي. التبرع بالدم هو شيء كثير ضروري لهم، نحن بننصحهم فيه بشكل دائم مشان ما يصير عندهم زياده بكثافه الدم او بلزوجه الدم، وبالتالي مشاكل كثيره من الصداع، من الجلطات، من الخسرات، من الهيك. اذا التبرع ضروري خصوصا للشخص مثل ما عم اقول لك. هلا طبعا نحن قبل ما يروح الشخص يتبرع ببنك الدم نفسه او بالمكان يلي بده يتبرع فيه بصير في قياس مباشره للخضاب. هلا الشطر الثاني من الناس انها بتخاف تقول طب انا ما بعرف شو بده يصير بدمي، ما بعرف لمين بدهم يعطوه، ما بعرف شو بده يصير، بلكي اصابني تجرثوم وانا عم بتبرع. لا، الادوات يلي انت عم تتبرعي من خلالها هي ادوات تستخدم لمره واحده، الكيس بيكون عقيم مخصص لهذا الشخص، بعد ما بنسحبه من الشخص المتبرع بيروح مباشره على مخبر الدم يلي موجود بالبنك، وبنتاكد انه هذا الدم سليم من كافه الامراض المعديه وعلى راسها التهابات الكبد وفيروس الايدز والهيدي الامور تماما. هذا من اهم الامور دائما. لا اكيد بنفحص الدم وبيك طبعا تماماً. بيفرق من مكان لاخر حسب لي وحسب الوبائيات اللي موجوده بهذا البلد او بهي المدينه. اكيد دكتور رح نكمل حديثنا اكثر بما انه عم نحكي عن اهميه هي الثقافه، اهميه التبرع بالدم. خلينا نشوف الماده التاليه واكيد بنرجع نكمل. تمام، شكرا. يحتفل العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في تاريخ 14 من حزيران، ويوافق هذا العام يوم الجمعة. يعتبر هذا الاحتفال بمثابة مناسبة تزف فيها آيات الشكر إلى المتبرعين طوعاً بالدم من دون مقابل لقاء دمهم الممنوح هدية لإنقاذ الأرواح، ويرفع فيها مستوى الوعي بضرورة المواظبة على التبرع بالدم ضماناً لإتاحة إمدادات مأمونة ومضمونة الجودة ومن منتجاته بتكلفة معقولة وبالوقت المناسب أمام جميع الأفراد والمجتمعات المحلية، بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة ومكوناً رئيسياً من مكونات النظام الصحي الفعال. تساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً، لأن الدم ومنتجاته من المكونات الحاسمة وذات الأهمية في مجال التدبير العلاجي السليم لحالات النساء اللائي يتعرضن لنزيف ناجم عن الحمل والولادة، والأطفال الذين يعانون من فقر الدم الوخيم بسبب الملاريا وسوء التغذية، والمرضى المصابين باضطرابات الدم ونخاع العظام والاضطرابات الموروثة في هيموغلوبين الدم، والحالات المرضية المرتبطة بنقص المناعة وضحايا الطوارئ والكوارث والحوادث، فضلاً عن المرضى الذين تجرى لهم عمليات طبية وجراحية متقدمة. يعني فرح بعد ما تابعنا هذا الكليب دكتورة، يمكن ما في أحلى من العطاء. كيف إذا كان عم تعطي من جسمك لحدا محتاج؟ في كتير عالم
بالعالم خلينا نحكي محتاجة لنقطة دم، فثقافة التبرع هي جدا مهمة، جدا لازم يكون في عنا توعية وندوات خلينا نحكي ونقول لتوعية بثقافة التبرع. هلا حقيقة بنك الدم ما عم بيأثر أبدا، دائما في توجيهات بهذا الشيء، دائما في توعية حول هذا الموضوع سواء بوزارة الصحة أو بوزارة التعليم أو حتى بالجيش. هذا الشيء شيء ضروري كتير. نحن يمكن بحاجة لنوعي أكثر، نشتغل على التلفزيون أكثر، يعني أن نوظف وسائل الإعلام أكثر للتوعية لأهمية هذا الموضوع. أنت لما بتخبر الناس أنه هذا الشيء صحي، يعني هي شغلة صحية، يعني هي العادة عادة صحية، هي ما أنا شيء سيء أبدا، انا بتخيل انه هذا الشيء هي. طبعا اكيد الشكر الكبير لكم ولباقي المحطات للاضاءه على هذا الموضوع. صحيح هو اليوم العالمي للتبرع بالدم، بس كثير شيء حلو نحن نحكي بالهي. بس في شغله صغيره لازم خبر عنها. نحن اكيد في مرضى ما بيقدروا يتبرعوا بالدم، المرضى اللي عندهم مشاكل صحيه مثل ما قلنا، التهابات بالكبد، الحوامل بشكل عام لانه هي الحامل بحاجه تماما للدم لها وللهي. الاطفال عاده ما بناخذ الا بحالات جدا خاصه، بنكون بدنا ناخذ من هذا الطفل، او ما بنقول طفل، حتى بدايه البلوغ او المراهقين، لحدا من الاقارب او من العائله مشان موضوع الاضداد وهي الاساس، طبعا بحالات جدا خاصه. المرضى يلي بحاجه بشكل دائم للدم، اللي عندهم انحلالات، اللي عندهم هيك، نحن ما بناخذ منهم. وبشكل عام مرضى فقر الدم هن غير مهيئين لحتى يتبرعوا بدمهم يلي عندهم هذا الشيء. بنك الدم اول ما بيوصل للمتبرع بيعمل خضاب، تحليل الخضاب عن طريق الانبوب اللي هو عن طريق الاصبع، يعني تحليل جدا بسيط، ما يخاف الانسان انه رح ناخذ منه دم كمان مره ثانيه، شكه كثير صغيره بنتاكد انه خضابه طبيعي ولا لا، اذا ما كان طبيعي بنوجهه لعند طبيب الدم او لاي مشفى متخصص بهذا الشيء، واذا كان طبيعي بناخذ منه الدم. بدنا ننوه كمان دكتوره انه نحن شفنا بالفترة الحرب على سوريا فعلا ثقافة كتير عالية من الناس، مثل ما تفضلتي كمان وحكيتي، حتى ببنك الدم والحملات يلي صارت، وحتى يمكن غطينا كتير منا سالي اليوم، يمكن أي اعتداء إرهابي كان يصير وللأسف كان في حاجة كتير كبيرة للدم، نشوف الناس فعلا عم تتسابق. طبعا. حتى أوقات البنك يقول إنه خلص نحن اكتفينا، يعني هي حاجتنا. فقد هي الثقافة، هلا السوريين بيتميزوا كتير بهذا الشيء، في نخوة تماما النخوة وحب العطاء وهيك، يعني منضل أهل تماما، كل واحد فينا يعتبر انه هذا المصاب هو واحد من اهله، واحد من اخواته، واحد من محبينه. بصراحه هو شيء كثير ضروري. انا شخصيا بتبرع كل فتره لانه عن جد بحس، غير انه موضوع العطاء، بس بحس انه هو شيء عم بجدد لي جسمي كلياته، عم بحس انه عن جد عم يتنشط، عم هيك بستغل انه انا الحمد لله لحد الان ما في امراض، ما في مشاكل صحيه كبيره. ان شاء الله فانه ان شاء الله ان شاء الله كلياتنا يا رب. شكرا لكم. شكرا لك دكتوره نسرين، احنا فعلا كثير مبسوطين انك كنت ضيفتنا لليوم، مثل ما بنقول سالي مسك الختام دائما. شكرا لحضراتكم، وانا كنت سعيده اني موجوده معكم انه نحكي عن موضوع من الصبح، موضوع بمسنا انسانيا وصحيا بشكل كثير كبير. كل الشكر لك. شكرا سالي. شكرا. ان شاء الله هيك دائما الصحه بتكون تاج على رؤوس كل العالم، ان شاء الله ما حدا بيكون غير بكل خير بكل صحه. اكيد نوجه كل الشكر لابطالنا اللي قدموا لنا دماء أبطال الجيش العربي السوري، يلي هنن عطونا دماء يلي نحن لو ما هنن ما كنا هلا موجودين. الله يحمي شباب جيشنا يا رب، ويحمي ويرحم كل شهداء البلاد. امين يا رب. الله يسلمك. شكرا لك مره ثانيه. اهلا وسهلا. شكرا.